فين لحد دلوقت؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ الست دي يعني المستحيل حضرتك ممكن مش ممكن لان ده كل الناس بتحضر اطفال بقى حضرتك كبير وتفضل حضرتك لازم تتعرض عليها وانا من الناس وكل انسان عن عليها حضرتك ممكن تسال لو حضرتك مثلا الست دي والراجل ده هم اللي حضرتك عن ايه هتجيب هيئه المحلفين يحلفوا بنفسهم ويبقى انت صاروا يقولوا لهم حاجه من الناس اللي عليه ورب لا يتنعيان يقولوا ثم العدل يقولوا كل الحسن يعني حضره القاضي والله على ما اقول شيء.